قائلا: قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته. والبقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. آمين آمين. يا رب نشكرك لأجل هالكلمة، لولاها كنا منضيع، كنا منشوه يا رب، كنا منضل عن الحق. شكرا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. شكرا بهيدي الكلمة تفتح أذهاننا وعيوننا وبصيرتنا كي نفهم الحق ونعيش بحسب هذا الحق. يا ليتك في هذا المساء تعلن هذا الحق لكل نفس قدامك يا رب، من عبدك إلى كل شخص موجود، لكي تكون هالكلمة مخلصة وبانية وشافية ومحررة ومعلنة حقائق ما زالت مبهمة للبعض. بصلي يا روح الله تزور كل نفس بحسب احتياجها وتفتح البصيرة والأذهان يا رب، القلوب، حتى تكون هالكلمة فيها حياة وإعلان الريمة. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب نعطيك كل المجد. آمين آمين. قصة قديمة كتير كلنا بنعرفها، حدا ما بيعرفها؟ جميلة، معروفة، مشهورة، لأنه نحن شعب بنحب العشاء، بنحب الولايم، بنحب حدا يدعينا، حدا عم بيعملنا من قيمتنا، صح؟ لما بتعرفوا بيكون في عرس أحيانا بتصير، فبيبقى الأشخاص متوقعين من صاحب العرس يدعيهم. الخيبة بتكون لما ما بيدعيهم، ليه ما دعيني؟ مش شايفني؟ مش مقدرني؟ مش مليله عينه؟ شو خايف أكله الأكلات كلها بالعشاء؟ كم فكر؟ بس لما بيجي واحد دعوة بحس بقيمتها، إنه أنا شخص معتبر. بس خليني لكم، مع احترامي للكل ولا يساء فهم اللي بدي أقوله، بس نحن بنعرفها، نحن الشرقيين دايما منعيش فتوش، نخلط أمور وأمور. من هيك الله فحص القلوب. أحيانا في أشخاص، مش عم أقول للظن العاطل، بس في أحيانا أشخاص ما بيدعوك لأنه شايفينك شخص ذو شأن. في منهم اللي بيدعوك يستحوا منك، أحسن ما يزعل مني أنا بدعيه لأنه له علاقة مع فلان
وقريب منه كتير وفي أمور مشتركة هوية، فأعزم هيديك وما أعزم ليش يزعل من يلا بعزمه صح؟ هيدي وحدة. تاني وحدة، ممكن يكون عم يدعيك كرمال انه متوقع منك تسنده بالعرس بشي هدية او بشي مبلغ معين، يمكن حالته عقدته وقال لك يمكن هذا الشخص مبين عليه انه مريش، بعرف يعني مريش مش دجاجة يعني، يعني ديك يعني ما حدا بيوقف قدامه شخص مريش، فاذا دعيناه يمكن يبيضه. بس الصدمة لصاحب العرس بعدين إذا طلع عليه مش مبيضة. ففي كمان هالاحتمال، أنا عم بحكي وقائع ونحن شارقين منعرف هالأمور بتصير، وأحيانا أنا بدعيك لأنه بيحبك أو الرب أرادك تكون بالعرس، يمكن حدا اعتذر كان عشان مدعو تحولت الدعوة لألك. في عدة احتمالات، وبتصور يعني وحدة من هول اللي حكيتهم أكيد حدا مارق فيها، يا كان هو الداعي يا هو اللي اندعى. ما رح أقول ارفعوا إيديكم حتى ما حدا ينحرج، بس بتصير. لكن القصة هون تختلف كليا، هذا اللي بدي أقوله. نحن درويش، ولو شايفيني أنا لابس كرافات يعني مش معناتها أنا مدير بنك، ولا معناتها مدير البنك أحسن مني، شو هذه الفكرة؟ بس نحن بتعرفوا بلبنان شعب درويش، يعني منفضل حياة البساطة والوداعة أكثر من الفخفخة، منفضلها. بس للأسف أغلبية اللبنانيين لا، خاصة بهالأيام موضة، يعني واحد مستعد يقني السيارة ويكسر حاله ما معه يعبيها بنزين بس يبين قدام الناس انه انا لكم ولا سياره معي، واذا صار فيها عطل ما معه يصلحها. صدقوني وانا عارف شو عم بحكي، مش عم كتب كلام، مش عم كتب كلام. بتذكر لما كنا في ريخات في شباب بعرفهم عزيزين على قلبي، كان في قرابه بعيده انا وياهم، بيهم كان يشتغل بكازينو لبنان يدين بالفايدة، فيبقى يلي عم يلعب قمار محروق على قرش إذا خسر، فهو كان يدين بالفايز، كان موظف بالدولة كمان، بس هيدي كان شغلة تانية. فمن وراء هالشغل، وهيدا الشغل بانه كتير مشرك يعني، قدر اشترى له سيارة جديدة من الشركة، لأنه في ناس بيعوا نسوانهم مش بيعوا بس ملاكهم. وصلت لهون. فكل فترة لقيها الزلمة معه سيارة أتيري مش قادر هذيك يتفعله، يعطيه السيارة بده 2000 دولار، سيارة حق 5000 دولار ما معه، خذها شو بدي يعني ما معه. المهم فأحيانا يتشاطروا علينا ما معهم يعبوها بنزين تنقذر، يلا شو معك جايبتك انت اليوم بتعبيها بخمس تاريخ مثلا. هلا اي 5000 عم بحكيكم، انا ايام الليره كان التانك البنزين 49 ليره، لكم هلا ايام، لان انا كنت اشتغل على طرمه البنزين فتره، اشتغلت على محطه شهر ونص، وكان في ضغط مش طبيعي بالبلد، ما في بنزين، المحطه الوحيده اللي انا عم بشتغل عليها عم بتعبي من الساعه 7:30 بالليل للخمسة ونص وجه الضوء، انا سهران عم عبي بنزين للناس. فالفكرة كانوا معهم هالسيارة اللي بيشوفها غير شكل، بس ما معهم يعبوها بنزين، فيقعد يشبحوا علينا يلا بدك نجزير انت بتعبيها اليوم او انت بتعبيها اليوم. اللي بدي اقوله هون، يلي داعيك مش ربحين جميلتك ولا ربحان جميلتي ولا جميلتك، يلي داعيك هون الملك، الملك الملك عمل هرس لابنه، وساعة العشاء دعيهن على العشاء مثل ما بقول بالرؤية 22، طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، طوبى يالن
يهنيهم يا فرحتهم يلي اندعوا الى عشاء عرس الخروف. مش داعيك على حبتين بونبون كيس ليكور، مش داعيك على كوكتيل من برا، على وليمه. وليمه في ناس شافوها، الرب اعلن لناس وشافوها الى اول ما الى اخر، مع انه مش هذا اللي بيشهي. اللي بيشهي انه الملك دعاك ودعاك. مينك وميني انا ومينك انت تا الملك يدعيك لعشاء عرس ابنه. وراح لك اكثر من هيك، منك مجرد مدعو، انت مدعو تتكون من العروس. بحسب الكتاب المدعوين مش نحن، بحسب الكتاب عقائديا عم بحكي انا، المدعوين هن الشعب القديم، هو المدعوين. نحن غرباء، نحن غرباء. هوليك كان لقلون الموعد والعهود والمواعيد كلها لقلون الشعب اليهودي، هن كانت على اساس لهم دعوه يطاعوا يحضروا. نحن مدعوين نكون من العروس. لكن انا رح احكي من النص، يعني حتى خليني ضمن المقطع اللي عم نقرا منه، اوكي؟ لانه كمان احنا مدعوين، ما كمان العروس رح تكون فوق، بس اكيد وضع العروس غير من وضع شخص معزز على الطاوله. بس خلص العشاء فرجينا عرض كتابك. لا، العروس وارثي، رح تورث مع العريس، رح تملك، رح تتعزز بكل اللي عنده. ومنيها العروس غريبة الجنس، ما إلا شيء، مثل رعوث غريبة الجنس، ما عنده شيء، حماتها ما عنده شيء كان تعطيها، ما عنده شيء. لكن شو عمل الرب مع رعوس؟ عززها وأكرمها بأبو العز بوعز، يعني هو جده للمسيح بحسب الجسد. غريبة، على أساس تجوزت واحد من أولاد نعمة، والتنيتون حالتهم مرتي روحيا كانوا أضرب من بعضهم، لكن صارت غنية معززة مباركة مثمرة وارثة. ما كان عندها شيء، ليه؟ تركت شعبها وأهلها وبيت بيها وكل اللي عندها وآلهتها حتى تعبد إله غريب وتعيش مع مرة من غير شعب، من غير عبادة. الرب شاف ليها، الرب شاف ليها. فالرب بيقول عنه، قال الملك في ساعة العشاء بلش بالدعوة، روح ادعي لي هالناس. قال كل واحد بلش يستعفي، وفي منه نستهينه، وفي منه نسبه رسل الملك. خليني اقولك، بالعهد القديم المسبه ما كانت مثل نسبيتها الايام، بس تخليك شوية تتبلور الفكرة لحتى تعمل حساباتك أكتر. إذا بتقول كلمة ليس في مكانة على الملك، أنت سبيته. بعطيك مثال، داود لما كان بالبرية وكان معه جيشه، بفترة من الفترات كانوا عايزين، مضايقين، ما في أكل، والرجال اللي معه عندهم نسوان وأطفال، شي 600 شخص كان معه، فعايزوا يأكلوا. اتذكر شخص غني كتير اسمه نبال الكرملي، قال لك هيدا شخص غني ونحنا كنا قدامه بفترة
كانوا العسكر تبعوله بالمنطقة اللي هو فيه عم يرعى غماته بقراته وجماله وحميره ومعزياته، منعهم داود يدقروا أي شيء لهالزلمة، منعهم ومنع اللصوص يقربوا يسرقوا له شيء. وحتى الذئاب كانت تخاف تقرب لما بتشوف فيه ناس مدججين بسلاح حواليه. هلا ما رأيت الحادثة بهداك الوقت، بس لما جاع شعب داود اللي كانوا معه هو وعازه، بعت رسل لنبال تيقله ويذكره انه داود بيقول لك هيك 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 القصة، فيا ريتك اذا تبعت لنا شيء حتى نتطلع بهالرجال وبنسوانهم واطفالهم، مش عم بيطلب غنى يعني. شو كان جواب نبال؟ منو داود ابن يسى؟ ما سبه صفتك نعتك مثل ما بنعمل هلا نحن، يعني بتعرفوا هلا ببلش له بالعرض ليوصل للطول. انتبهوا، ما سبه هيك. قال منو داود ومنو يسى؟ اكتار اللي بلشوا يحكوا نحن ونحن ونحن، يروح يشوف له حدا تاني. نحن هم نعتبرها مسبه؟ هيدي الله اعتبرها مسبه. انتبه للسانك. ما تحكي على حدا بهالطريقه. الله بيعتبرها شتيمه. تعرفوا لما عرف داود قرر يقتله، قرر يقتله هو نفسه كله خلاص، مثل ما طلع الدم على راسه وصلت معه لل199 وصلت لهون خلاص داعشي. حضر جيشه ليروح يبيد نبال. يا بلا اصل يا بخيل، انا كان فيي اخذ لك غماتك لما كانوا بالبريه وانت ما كنت عارف فيهم، انا كنت امين معك هيك بتعاملني؟ هلا الرب ما سمح يعمل شيء، رب علمه درس لي النقمه، انا اجازي يقول الرب. تعرفوا مين بعث له الرب؟ مرته للزلمه. اجت مرته، ابي جايل هالمره انا بتجنني. الحكمه اللي رب عطيها اياها بغار منها، صدقوني بغار من حكمتها. شو بتلفت لي نظري المرة اللي عندها حكمة؟ واو بشوفها عملاق، صدقوني يا ما بكيت على هالمقطع، أنا صدقوني تنزل دموعي دغري. قال لكم لخديمة تعوا 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 عبوا الحمير هيك وهيك وهيك وهيك، خدولون ياهن وغنموا وقروا خدولون ياهن وما تخلوا ما بال يعري. ولك جاوزيك ما يعرف بالسر بيرك يترجل الله وعارف انه الله بده يجعله ملك. هي ايش عمين بده يكون الجوزة مش ايش يعني. تعرفوا ليه؟ كنوتي بهمه بطنه بس، بهمه مملكته غميته بقراته حميره بس، بهمه سارته ضلت الزيد. وكان لئيم لئيم، واسمه قال بقوله قال مثل 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 شكله لئيم. فلما بعدت وقالت لهم قولوا له هولي بركه، هولي بركه لإلك وانا بلحقكم، ولحقتهم. وكان رايح داود خلص سكر راسه كما بقوله باللبناني، قفل بلوك، عمل بلوك. يا بي شو عندي بلوك على التليفون انا؟ يا بي يا بي شو عندي بلوك؟ طلب لي هذا عمل لي بلوك، هذا عمل لي بلوك، كمل ولا يهمك. في منه صاروا اكثر من سنتين ليش ماما؟ المهم راحت لحقته، لحقته ركعت عند اجريه، صدقوني ركعت عند اجريه، قالت له اياك طوطة لمستوى هالزلمه، هيدا احمق. عم تحكي على جوزك؟ وكذا تاج راسك، اي تاج راسي هيدا؟ هيدا عار علي، هيدا عار على شعب الرب. لك وين عم تاخذ؟ مش قصدها تزله، هي عم تحكي بالمستويات الروحيه. زلمه منه نافع بملكوت الله، عيش لمملكته، اناني نوطي بتعملكم بخيل، هاتوا كان يضارب على جاحظ. قالت له اياك تملك، لانه عارف انه الله بده يجعلك ملك على الدم، خلي الرب ينتقم عنك.
تعرفوا شو قال له؟ انفطل. قدي هديك سكر له راسه، هي فتحت له راسه. قال لك دعان رقبتها فيه. تعرفوا حط عينه عليا من وقتها؟ حط عينه عليا. هيدي ما بتتفوت، شو هالمرأة؟ ما في منها. بسفر الأمثال هيدي موجودة بس. قال له مبارك هو عقلك. لك هالكلمة مش مذكورة إلا بهالمطرح بالكتاب. مبارك هو عقلك. إنه الله مبارك لك عقلك لهالدرجة. شو هيدا بعد ما شفت مثلك أنا؟ صلي لعقلك دايما. صلي للحكمة. صلي للوداعة. صلي لتعرف تتصرف. يكون عندك ردات فعل طيبة وديعة. صلي. ما حدا منا كامل. كلنا محتاجين. بس صلي لهالموضوع. تعرفوا؟ رجع الجوابة بعدين. تعرفوا ليه؟ لأن الرب انتقام له. لما عرف جوزة انه باركت الزلمة وقف قلبه. بقول كتاب قال صار قلبه مثل الحجر. بطل يدق. مش صار يدق بسرعة. قال جمد قلبه فيه. بقول كتاب حجر. الرب انتقام له. انت عم تحكي على خادمة؟ فيلي دعيك هلأ أقل من هيك؟ وهيدا ما سبه. أنا بحكي بمفهومنا نحن اللبناني. نحن كلمة سبه مثل ما قلت لكم بشقع له من النار وبالنازل ما بيخلي له شيء. فالله هيدا بيعتبرها مسبة. مش ضروري نسب أهل العالم مثل ما هلأ مع الولاد بالأوتوكار. بس هي سبله ياي. شو قال له؟ قال له يا حيوان. تعرفوا عبرقتهم شايفينا. نحن ما عدنا شايفينه للأسف. لأنه نحن فقدنا البراءة. تتذكروا إحنا وصغار ما كنا. إذا كلمة ولي عفوا أو حيوان أو هلأ فرجونا عيار أتقل. ولو في أخ جدد قبلي بجمعة كان بحزب كان يخبرني كان يخترع مسبات على الجهاز. لما كان في حرب على الجهاز بين المناطق قال لي كنت اخترع مسبيت عجهز سب الجهة تانية. يخترع. ذكرني بالكتاب مخترعين شرور. لما جدد كان الفرد تحت المخدة. نايم اجره مكسورة جبصنة والفرد تحت المخدة. كان يعيش بخوف. رغم انه شايف حاله انا مين قدي. المهم فتصوروا الملك قلنا بساعة العشاء دعي ناس. بلوقا بيقول الأول واحد قال له للخدام غير اللي شتمون واللي ضربون واللي قتلون. تعرف واحد من اللي قتلون من النه؟ يوحنا المعمدان. ما قتلوه؟ ما قتلوا هيرودس؟ ما بده. ما هو كان ينبسط بهالكلام. سمعني سمعني. أوه بدي أرجيلي. بالاخر قطع له راسه لان كان عم بيساوم. المؤمن اللي بده يساوم بملكوت الله بيوقع ما بيقدر يوصل. فتصور واحد بساعه العشاء غير اللي قتله واللي ضربه واللي سبه بيعتذر بيقول له انا بعتذر منك ساعه العشاء. تعرفوا اي ساعه يعني؟ لما بتعتب. لما بتعتب اشتريت حق بدي افحصه. كيف بدك تفحصوا على البقبيشة يعني؟ بدك تقعد على الأرض وتبقبش. هون في حجرة، هون في شجرة، هون في جل، هون في وادي، هون في نهر، تشينا هون في. تعتقدوا هيك بيكون؟ شو كان في ناديل مثل هلأ يعني بروجكتورات؟ ما كان في ناديل عزات. شو بدي شعب الليل؟ شو يعني؟ شعب يفهمنا الوحي؟ كذاب. عم يعطي عذر حتى ما يروح. الملك عمل لك من قيمتك. مينك حالك؟ مين فكر حالك؟ ولك يصر لك الملك يعزبك بس توقف برا تتفرج على العرس من برا. من برا بس تتفرج. دعيك لجوا. عشو عم تتكبر؟ عشو؟ انه الحقل جايك منه الملك مش جايك منه؟ مش عارف قادر الملك يقشطك الحقل؟ معك خبر؟
إذا ما أشطك الحقل قادر يقشطك روق نفسك. وهيك عمل. هلا بتشوفه. تاني واحد شو قال له؟ كمان ساعة العشاء بالليل على العتم قال له اشتريت 5 زواج بقر وأنا رايح فحصهم إذا بيعطوا حليب. بالليل بده يروح يفحصهم. حدا بيشتري وبعدين بيفحص؟ كذاب وغبي. يعني إذا عملها غبي وإذا عم يقصدها كذاب. فهمتوا قصدي؟ إذا غبي اشتريهم قبل ما يفحصهم وبركة طلعوا مضروبين ممروضين. بس هو القصد هون كذاب. من هيك بقول بالرؤية وطرح جميع الكذبة في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لاحظوا ما حط حد أي خطايا أي خطايا تانية. شو قال؟ شمل الكذبة. تتعرفوا أنه أنما كذب هم بنو البشر. ثالث واحد مصيبته أكبر اتجوز. اتجوز مش قادر يجي اتجوز. ليه؟ مكرس حمارتك ما فيك تجيبها معك يعني؟ بدك تحملها؟ والله بك تفحصها كمان؟ شو؟ اعتذر من الملك. أنا ليلة بدي أسألك شو عذرك مش عم تجي من كل قلبك للملك؟ شو عذرك؟ شو عم بتقله للرب؟ شو عم بتقله؟ رزقاتي؟ سيارتي؟ شغلي؟ شبابي؟ مستقبلي هون؟ بضيع مستقبلي؟ بصيروا الناس ينفروا مني. يقول لك ينفروا منك ليش جايك منهم؟ شو جايك منهم؟ ما عم بيستغلوك؟ يا حبيبي ما الناس بتستغلك. طبيعة البشر استغلالية. ما ليه الرب عرض علينا الخلاص ببلاش؟ لأنه طبيعة البشر استغلالية. بستغلها الطبيعة الساقطة اللي فينا تجيبنا لعنده. ما نحن استغلينا حبه. بس هو بيقبل هالاستغلال لأنه رح يجعل من قلبك قلب لحمي طيب رائع مختوم بروح الله. شفت شو؟ وكان الأمر الثاني قال له ليك بتروح بتقبرهم كلهم يلي رفضوا يجوا لعندي. تقبرهم تقتلون تحرقوا مدينتهم. عنده الحقل حرقوا له يلا شو رح يطلع منه. هيداك عنده البقرات كله يشيلون. اتجوز خليه يتهنى بليلة عرسه لقلك. حرقوا وروحوا على الطرقات والشوارع السجناء المرضى العكف العميان العرج. ما تخلوا حدا مرد إلا ما تعزموه. أشرار وصالحين. أشرار بعد ما اجوا لعندي والصالحين اجوا من قبل. وهو ما كان عامل حسابهم. ما كان عامل حسابهم. انت من مين حابب تكون؟ خليني اقول لك هيدي الارض يلي الناس هلا حاطه كل امالها فيها ستحترق. ستحترق الارض والمصنوعات التي عليها وتذوب العناصر محترقه. العناصر بدها تتفكفك وتنحل. يعني حاطت قلبك على مستقبل رايح. عم تفهمني؟ ما دام في جزر من كم فترة الرب أبادة ببركان. بس بركان واحد. ما ضل منا شيء. صدوم وعمورة. شو بقي منا؟ لهلأ منا باقية. طبعا شو حاطت مستقبلك؟ مش عملك أنا تعيش حاط بالطريق. بس هل اللي عندك إيه؟ أهم من اللي يسوع عارضه عليك؟ عارضك على وليمة. عامل من قيمتك سواك بنفسه حتى تقبل فدائه وموته عنك تتصير من ولاده حتى يلبسك ثياب العرس. من هيك بعدين بيكمل قال لما اجوا هوليك فات يتأهل بالمدعوين. وكتصور بكرة رح تشوف الرب عم يتأهل فيك بالسماء. نحن هلأ نبقى ناطرين لمسة منه كلمة منه نظرة منه. صح ولا لا؟ تبقى عم تقرأ الكتاب يا رب انت بتكلمني ايمتى الريمة؟ اعطيني الريمة. بق البحصة اللي شي فقع قلبي اللي شي. صح ولا لا؟ بكرة رح تشوفه سنراه كما هو.
قال كما هو، قال سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل شدة قوته أن يخضع لنفسه كل شيء. رح يعطيك نفس الجسد مش أقل يلي هو إن فيه. معك خبر؟ لك أنت إذا هتفهمها بتجن. مش عم يعطيك جسد أقل، نفس قيمة الجسد والنوعية اللي هو إن فيها من الموت. قال لي أمرت بعزك يا ابني. أنت شو متعلق بالتنك وبالحديد وبالكاوتشوك وبالبلاستيك وبالإزاز وبالنايلون وبالعظام وبالجلد وبالقماش وبالخيطان ومعلق بهاللحم اللي عم بهر؟ شو ما عملت بحالك اطلع بالمراية عم بتهر، عم بتشيب، جلدك عم بجعد، شو ما عملت الخطية ماشية فينا وعم تاكل. وضع للناس أن يموتوا مرة وراح تضل نموت، ما حدا راح يزبط. فهل بتحرص تضحي بأبدية كرمال أمور وقتية؟ مثل ما بقول المثل، ما متت ما شفت مين مات، ما تطلع باللي سبقوك، ما مرضت ما شفت مين مريض، طب ما خسرت ما شفت مين خسير. تعرفوا الكتاب شو بيقول؟ قال كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. كل شخص بيركض وراء غير يسوع عايش بالأوجاع. لو صار عندك أحلى بيت وأحلى سيارة وأحلى معاش ورصيد بالبنك وبيت سرايا وقدامه جنينة والناس بتكرمك سيدنا مرحبا، خليني أقول لك هالك نازل على جهنم وقلبك منه شبعان، ما رح تشبع. الشبع يلي الله رتبه فينا هو الثالوث الأقدس يلي بده يشبع ثالوثك يا إنسان، جسدك ونفسك وروحك، جسدك ونفسك وروحك، جسدك ونفسك وروحك، الآب والابن والروح القدس، الآب والابن والروح القدس هول اللي بيشبعوك. بس مثلث الله بيشبع مثلث الإنسان. الأرض كلها إذا بتحطها بقلب الإنسان فراغ ثلاث زوايا، وإذا بتحطها من برا فراغ ثلاث زوايا. وبعدين يعني من برا فاضي من جوا فاضي لشو؟ فالليل شو بدك؟ فهيدا الشخص لما فات الملك يتأهل قال لقى واحد مش لابس ثياب العرس بيجي على الكنيسة بيسمع الوعظ بيرنم بيحب الإخوة أجواء حلوة يمكن بيروح على شمعات البيوت يمكن بيعمل إشي حلوة بس مش مولود مش تايب مش خاضع للملك بإرادته. يا رب أنا إلك، خلص أنا حياتي إلك، مولود ولادة تانية، اتحرر من الخطايا، اتحرر من الضعفات، لسانه وعقله عيونه صاروا بمجده يسوع دايما. إذا منك هيك انتبه، أنت مثل هيدا اللي فات وما عليه ثياب العرس. ولك حتى لو بيك أسيس مش معناتها أنت مؤمن. لو بيك رئيس الأساقفة مش معناتها أنت مؤمن. هيدا بينك وبينه بالسر، أنت بدك تطلبه. تعرفوا شو عمل فيه للزلمة؟ قال له يا صاحب، ما قال له يا غريب، لك الرب شو طيب، يا صاحب، يا صديق، يا حبيب قلبي، كيف فتت وما عليك تياب؟ قال هديك سكت قدام الرب، ما عندك عذر تقول له ويكون لسانك ب 24 فراش ومحامي دفاع. ما فيك، ما فيك، هون بتعمل حالك محامي دفاع، لأن الإنسان معود دائما يدافع عن نفسه. هون أنا مظلوم وأنا عملولي وأنا فوق ما بينفع. قال فسكت. شو كانت النتيجة؟ ربطوا إيديه وإجريه وطرحوه وين؟ في الظلمة الخارجية، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان، هلاك أبدي. ليلي الرب دعيك، ليلي دعيك. وخليني لك من هون رح تختبر الشبع. تعرفوا لما أنا تجددت كان عندي أصحابي، هو قلت لكم عنهم، قلبي معاد يركض وراء شهوات اللي كنا نعيش نحن وياهم فيها، معاد يميل، وصاروا يحسوني غريب. بس خليني لكم، أنا ما عاد فرقاني معي، شبعت
ولو أنا لحالي الله معي والله فيي. الله فيي قال إني سأسكن فيكم وأسير بينكم وأكون لكم إلها وتكونوا لي بنين وبنات. شو بدك أحلى من هيك؟ مش من برا لبرا ومن جوا يعلم الله. إنه أنا بعبد وأنا تقي وأنا بصلي وأنا بيجي على الكنيسة وأنا بخدم يمكن وعندي خدمات وأنا يا حبيب قلبي إياك. هيدا مخدوع فيت مفكر حاله من بين هول بس مش لابس ثياب الفداء. بر المسيح ما كان عليه، كان عليه بر الزيتي. يعني هذا يفز من البلكون يا من الشومينيه بابا نويل، ما فات من الباب، لان اللي كل اللي كان يفوتوا من الباب الملك كان محضر لهم بدله خاصه على قياسهم. معكم خبر؟ الرب محضر لك بدله خاصه، ما رح تدفع حقها عشان تلينهم ولا ما بهين عليك نفسك انه تلبس من عنده. انا مش ربحان جميلته، جاي لعنده بس مش ربحان جميلته. انا ما انت بارضه، ما انت بقصره، ولك ما هالارض لإله. نحن اخبي، يعني نحن فكرنا الارض لإلنا، نحن هون زوار. يلي فكروا لإله ده حنكون من 100 سنه و200 وننه و1000 و6000 سنه وننه، ما تركوها ونحن رح نتركها اذا طول. ما تخدع نفسك، حابب الليلة تلبي هالدعوة؟ حابب تتأكد انك من المدعوين الى عشاء عرس الخروف واسمك ينكتب بسفر الحياة، سفر حياة الخروف؟ في اروع من هيك؟ يا ريت نحني رؤوسنا. الكثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. كتار الرب عم يدعيهم مثل ما نحن ندعي احبائنا اصحابنا اصدقائنا، لكن المنتخبين ليكونوا من اولاد الرب قليل جدا جدا. من هيك يسوع يقول لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم سر بان يعطيكم الملكوت. حابب تلبي هالدعوة الليلة؟ تقول له يا رب أنا بدي أكون من أولادك. إياك تقبل تكون من اللي الملك بالآخر رح يأمر بقتلهم وحرق مدينتهم. وهيدا رمز لشو؟ مش معناتها الله مجرم، حاشا، معناتها القضاء الإلهي سيتم في آخر الأيام. خطاياك بدت دينك، رفضك لفداء المسيح على الصليب، هو بده يحكم عليك. شو بقول له الرب؟ من فمك أدينك أيها العبد الشرير، من فمك تمك بدينك. تعرف ليه؟ لأنك عايش بهاللسان وبهالكلام من فضلة قلبك. قال من فضلة القلب يتكلم الفم. شو في بقلبك عم تحكي؟ عم بتعيشه. لما بكون الرب فيك ومالي حياتك ما رح تحكي إلا حياة سلام، حب، عطاء، غيرة مقدسة، طيبة. رح تكون مميز بين الناس، رح تكون نور مضوى، ملح مؤثر. ما رح تكون مثلك مثلهم، يلا مثل الحرباية مع الشجرة البنية لونها بني مع الخضرة لونها خضرة، بمشي مع الكل. الحرباية ما لها مكان بالسماء، الخروف بس له مكان. حتى المعزاية ما لها مكان. قال التيوس عن يساري بقلن اذهبوا عني يا ملعين الى نار الابدية، لكن للخراف عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي. اذا بعدك معاند مثل التيوس المعزة، الله ما بيقبل يعيش معه بالسماء معاندين. ما في، الله بده ناس طايعين وخاضعين لإله، مش تسلطا، لانه راعي الخراف، لأنه هو اللي بيحبك، هو اللي بريد خيرك أكثر ما أنت شايفه. إذا أنت هالشخص، صرخ من وراي هالصلاة من قلبك، يا رب بقبل دعوتك إلي الليلة إني كون من المدعوين وإجي لعندك وأعطيك قلبي وبشكرك لأنك اعتبرتني وعملت لي قيمة وفكرت فيي. ما كنت رقم عندك، كنت إنسان إلي قيمتي.
ودعوتني دعوة ملوكية لكون ابنك، لكون من مدعويك، لكون من اللي عايدين معك على العشاء. عرس ابنك للأبد. بشكرك لأنك قيمتني بعيونك أكثر ما أنا بستاهل. أنا إلك، وسامحني عن كل بعدي، واغفر خطاياي، وغسلني بدمك، ونقي قلبي، واجعله قلب جديد بحسب قلبك، قلب لحمي يحبك ويطيع انجيلك ويعيش على كلمتك. امين يا رب. بتكتب لي اسمي بسفر الحياه تصير ولد من اولادك. بشكرك لانك سمعتني واستجبتني يا رب. امين. اذا صليت هالصلاه صدق انه الرب سمعك. صدق اذا من قلبك، اذا حسيت الوقت انه خلص تسلموا كل شيء وتعطيها بكل جدية وما بقى تأجل. بلك مبروك. ربي ثبتك ويجعلك من الفاعلين في ملكوت الله. وربي بركم. هللويا هللويا. ريتك أحبا منقاف رب الخالقين، نرفع ايدينا ونشكر رب على هذه الكلمه. كلمه الرب اللي قالنا كانت اليوم الى حتى تخلينا نعيد حساباتنا، تخلينا كاشخاص نرجع نعيد حساباتنا. احنا المؤمنين بالذات دعوه الملك ملك الملوك لألنا كمؤمنين كولاد. خلينا نفحص حالنا اليوم إذا رح يكون مكاننا جوا. شكرا يا رب عهد الفرصة اللي عطيتنا إياها اليوم حتى تخلينا يا رب نعيد كل حساباتنا. هو رب الخليقة. شكرا. هو السيد الأسياد. شكرا. هو عظيم القدرة. هو الصاحب المسح. هو المسيح. رب الخالقين سيد الأسيادين عظيم القدرة صاحب المسحة. رب الخالقة سيد الأسياد عظيم القدرة صاحب المسحة. إلهي رب الخالقة سيدي سيد الأسياد ملكي عظيم القدرة مسيحي صاحب المسحة. شخصك يملأ وحدتي، نورك يضيء عتمتي، حبك إلهي طلبتي، عشقك فرحتي دنيتي، رفقتك سلامتي نصرتي، تركك خريطة رحلتي، حقك حسن استقامتي، كلامك صلاة حكمتي. لن أرى إلها مثلك، لن أعبد إلها غيرك، لن أرى إلها مثلك، لن أعبد إلها غيرك. أحيا جدود أتحرك بك، أحيا جدود.